السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. نسألك متعالي ولأبنائي بالهدى والسلام. الله يهدينا وإياكم ويسددنا وإياكم يا رب العالمين. اللهم آمين. عندي سؤالين أو ثلاثة في عجالة إن شاء الله. تفضل. رجل عنده مال وهو شحيح في الصدقات. أخبر زوجه أن تنفق هي من المال، يعطيها المال كله، يعني يترك المال عندها كله. وتنفق من المال في الصدقات ولا تخبره بأنه من شدة حبه للمال قد يمنعه. هو قال هو عفوا أنفقي أنت ولا تخبريني. فهو مأجور؟ إن شاء الله مأجور.